برحب بحضراتكم مشاهدي مصر اليوم من كل مكان. احنا موجودين معاكم النهارده في بث جديد من هنا من داخل محافظه المنيا. هنتقابلوا معانا ومعاكم النهارده مع ميري جرجس رمزي بنت مركز صملوط شمال محافظه المنيا، واللي قدرت ونجحت ان هي تجسد تمثال للفنان خالد النبوي من كتر حبها فيه. مش بس التمثال ده، لا كمان عملت تماثيل تانية لفنانين كبار من بينهم عمرو عبد الجليل وكمان الراحل حسن حسني. هنتكلم معاها دلوقتي ونعرف ايه القصه وايه التفاصيل. عرفينا بنفسك. انا ميري جرجس رمزي، كليه الفنون الجميله جامعه المنيا من مركز صملوط. احكي لنا، قولي لنا فكره التمثال نفسه والفنانين بداتيها من امتى؟ هو الفكره ان احنا في الاول في الكليه مثلا بيعدي علينا الدكتور، مثلا في بينزل علينا مشاريع فبيقول لنا مطلوب منكم ان انتوا تعملوا بورتريه لحد مشهور. فبدانا يعني تمثال عمرو عبد الجليل، انا عاملاه كان مشروع عندي في الكليه. تمثال عمرو عبد الجليل انا كنت عاملاه في الكليه. لكن تمثال خالد النبوي انا عملته لاني بحب شخصيته جدا وبحب الكاركتر بتاعه والكاريزما، فعشان كده قررت ان انا انحته. انت نشرت صوره التمثال على الفيسبوك او حاجه؟ ده حقيقي. وايه اللي حصل بعدها؟ هو انا عملت شير لخالد النبوي وهو عملت منشن لخالد النبوي في البوست ده. منشن سوري، وهو عمل لي شير للبوست بتاعي ورد عليا وعجبه التمثال قوي وقال لي ان هو هيقابلني قريب وهيشكرني بنفسه. يعني انا اتبسطت قوي بصراحه. تمام، يعني في مقابله المفروض هتبقى قريب ما بينك وما بين الفنان خالد النبوي. المفروض. تمام، قولي لنا ليه بقى خالد النبوي وانت قررت تعملي له تمثال؟ هو انا بحب تمثيله جدا جدا، فعشان كده قررت ان انا، وانا لما بحب انحت حد انا بحبه، عشان يعني بطلع فيه كل اللي عندي، بيبقى عندي صبر ان انا اشتغل فيه اكتر، مش بحب انحت اي شخصية وخلاص. طيب قولي لنا اخدت وقت قد ايه تقريبا علشان يطلع التمثال بالشكل ده، واحنا لسه ما وصلناش للفينش كمان. انت قلت لنا لسه. هو اصلا كده مش خالص يعني. تمام، هو انا اخدت فيه وقت في النحت اسبوع. بعدين قلت لنا بقى ان انت صبتيه. هو كان طينه وفي الاول، وبعدين انا صبيته جبس. تمام، هو كده جبس. بعد كده بياخد مرحله تاني البوليستر، وبعد كده اللون، دي اخر حاجه بيبقى في كل مرحله. والتانيه البوليستر والالوان بياخد فتره قد ايه تقريبا؟ يعني لو هتستمري فيه مثلا اسبوعين غير اي مثلا قطع او وقت او اي حاجه، بس كل حاجه بتخلص في وقت اسبوعين مثلا. في وقت اسبوعين. انت محتاجه مثلا شهر كمان علشان تنتهي منه تماما؟ لا مش شهر، يعني اسبوع بالكتير واقدر ان انا اخلص. تمام. طيب قولي لنا بقى احساسك ايه لما لقيتي خالد النبوي بيكلمك وبيرد عليكي وعلى المنشن بتاعك وانه عايز يقابلك قريب علشان يعبر لك عن سعادته بالتمثال ده؟ هو انا اصلا اتفاجئت ان هو كان اليوم اللي انا نزلت فيه التمثال كان يوم عيد ميلاده، فدي حاجة فرحتني قوي. فأصلا كانت في ناس كتير بتعملوا منشن لحاجات وكده، فهو شاف البوست فأنا اتبسطت قوي. أنا كنت عارفة إن هو هيشوفه لأنه حد متواضع قوي. أنت كنت متخيلة إنه هيرد عليكي؟ أنا كنت متوقعة بصراحة، عشان هو من الناس اللي أنا يعني دايما لما مثلا بدخل على البيج عنده أو أي حاجة بلاقي إن هو بيرد على أي حد مثلا مشير له حاجة أو كده يعني. طب قولي لنا بقى، عملتي تماثيل لمين تاني من الفنانين؟ عملت تمثال ميداني برضو لحسن حسني بس ما صبتوش. تمام، حسن حسني، الراحل حسن حسني. مين تاني؟ انت قلت لنا عمرو عبد الجليل انت برضو عملت له، بس يمكن تمثال صغير شويه لو هتوريه. لان ده نحت بارز مش ميداني، فهو حجمه صغير يعني. تمام، بس طب قلت لنا بقى ان في الفتره الجايه في تماثيل تانية انت قررتي تعمليها. انا في شخصيه كده في دماغي مشهوره، قررت يعني ان انا انحتها وبدات فيها. تمام، لقيت تشجيع وقبول من اساتذتك في الجامعه؟ انت قلت لنا ان انت طالبه. ده حقيقي. يعني مثلا انا لما ببقى بعمل حاجه في البيت بعيدا عن الكليه، دكتور حسام مثلا بدخل اقول له ابعت له صوري بتاع الشغل وكده، وبيشجعني قوي وبيتابع معايا فبتبسط. يعني هو اكتر حد تقريبا من الدكاتره عندي شجعني، وكان في مثلا كومنتات مثلا، يعني شغلانه مش دايما بيعجب كل الناس، فكانت في مثلا كومنتات مثلا بتضايق او حاجه، فكنت بدخل اقول للدكتور هو تمثال ايه رايك فيه وكده، فقال لي يا ميري جميل جدا وصدقيني شاطره وكملي. فهو بصراحه مشجع قوي. قولي لنا بقى، التشجيع اللي بره هو نفس التشجيع اللي جوه في البيت؟
هو يعني بيبقى مختلف طبعا، بس انا اهلي طبعا بيشجعوني جدا، بيشجعوني وبيساعدوني ماديا، بيساعدوني ان انا يعني مثلا طول الوقت مثلا بابا يقول لي كملي استمري، فبيتبسطوا لما بيشوفوا حاجه زي كده. يعني مثلا اوقات ما محتاجه ادوات او حاجه، فبابا يساعدني ان هو يروح يجيبها لي، مقدرين حاجه زي كده. تمام. طب احكي لنا بقى وقولي لنا، حبك للنحت بدأ ازاي معاكي؟ هو انا في الاول بصراحه ما كنتش حابه النحت خالص، يعني انا كنت يعني في البداية انت ما كنتش حباه اصلا؟ خالص، انا كنت اصلا عايزه ادخل جرافيك، ما كنتش في دماغي خالص ان انا ادخل، يعني ما كنتش عارفه انه النحت كده اصلا، لانه في اعدادي بيدونا حاجات اللي هو في الاساسيات، اللي هو نعمل حاجات بسيطه، فانا ما كنتش متوقعه ان النحت هو ده اللي احنا بنشتغله دلوقتي. بس ربنا كتب لي ان انا ادخل عشان مجموعي جاب نحت في الرغبات، فدخلت قسم نحت، بدأت حبة حبة. بصراحة هو ده مكاني، يعني انا بحب النحت قوي. احكي لنا وقول لنا بقى، ايه الرسالة اللي انت حابة توصليها لخالد النبوي قبل ما تقابليه؟ واحساسك ايه وانت بتحضري نفسك للمقابلة الجاية؟ هو انا بحب اقرب السيم، انا مش متوقعه ان انا فعلا ممكن اقابله، بس انا مبسوطه، يعني هتبسط جدا جدا لو قابلته. انا اصلا بحبه، من الشخصيات والناس اللي بحبه جدا جدا، بحب تمثيله قوي، بحب حتى حياته بعيدا عن التمثيل. تمام. تقولي له ايه دلوقتي اللقاء اللي انت مستنياه معاه؟ كلمني بقى عشان زهقت. ربنا يوفقك. احنا زي ما تابعنا معاكم مشاهدي مصر اليوم من كل مكان، تابعنا النهارده مع ماري جرجس رمزي، بنت مركز صنلوت شمال محافظه المنيا، طالبه كليه الفنون الجميله اللي تابعناها النهارده وقابلناها مع نماذج اللي عملتها. انت قلت لنا التمثال اخد منك وقت قد ايه تقريبا؟ أسبوع. اسبوع. اخد منك اسبوع واحد بس؟ تمام. واللي اخد منها اسبوع واحد بس، يا دوب بس عرفتينا الخامات بقى، الخامات اللي استخدمتيها ايه؟ هو اول حاجة بنستخدم في الاول طينة، دي اللي بننحت بيها التمثال، بعد طينة ايه بقى؟ طينة اسواني. تمام. بعد كده بنشتغل لما بيدخل في مرحلة الصب، فبنصب، بنعمل قالب قالب جبس، وبعدين بنصب نسخة جبس زي النسخة دي. بعد كده بيبتدي ان هو لو في حاجة متكسرة او ما طلعتش سليمة، بتترمم مثلا بالجبس تاني، وبيبتدي ان هو يتصنفر، هو لسه اصلا ما تصنفرش افضل حاجة يعني. وبعد كده بقى زي ما قلت لك بيدخل في صب القالب تاني، وبعد كده بنصبه باليوستر. طب عايزين نغش منك بس، التمثال اللي جاي اللي انت ناوية تعمليه فنان، هل فنان ولا فنانة؟ فنانة. يا فنانة. تمام. احنا بكده مشاهدي المصري اليوم من كل مكان بنختم معاكم لايفنا من هنا من داخل محافظة المنيا، بعد ما تقابلنا ومعانا ومعاكم النهاردة مع ميري جرجس رمزي بنت مركز صنقوط شمال محافظة المنيا، واللي برزت لينا النهارده تمثال الفنان خالد النبوي، وبتستنى اللقاء اللي هيجمعهم سوا بناء على طلبه علشان يستلم تمثاله. احنا كنا معاكم في بث جديد مشاهدي مصر اليوم، وكانت معاكم انعام ربيع، شكرا جزيلا لحضرتكم.